استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين، يرافق شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين وأنجاله. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، مؤكدا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك في المناطق التاريخية بالقاهرة. ومن جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للرئيس السيسي والجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة، كما نوه سلطان البهرة بالدور المصري المقدر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، وشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما أوضح المصدر رفيع المستوى أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني. وأكد المصدر أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد غير المقبول، وحملتها مسؤولية التدهور في قطاع غزة. أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة غير مقبولة. ودعا ميشيل الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها والسماح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متنامية. كما دعا شارل ميشيل إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وانضم أفراد من العائلات المحتجزين إلى الحشود التي تظاهرت في تل أبيب، وأغلق بعض المتظاهرين طريقا سريعا رئيسيا بالمدينة قبل أن تفرقهم الشرطة التي استخدمت مدافع المياه لإبعاد الحشد، وتم القبض على 3 أشخاص على الأقل. شدد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على ضرورة أن يبذل العالم المزيد من الجهد لإنهاء اضطهاد الفلسطينيين. وأضاف رامافوزا أن بلاده قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة وغير القابلة للإصلاح لحقوقه بموجب اتفاقية الإبادة الجمعية نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح الفلسطينية. استشهد وأصيب عددا من الفلسطينيين في سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة شرق مخيم جبالية شمال قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جبالية، وقصفت مسجد أحمد بن حنبل في شارع السكة شرق المخيم. هذا وتواصلت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية شن أحزمة نارية عنيفة ومتتالية في شمال قطاع غزة. استشهد 9 فلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح الفلسطينية، غالبيتهم من الأطفال، وأصيب عدد آخر بجروح. كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل عنيف المخيم الجديد بنصيرات وسط قطاع غزة. وبهذا فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي ليصل إلى 34,971، إضافة إلى
78641 مصابا، فضلا عن آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض. تظاهر آلاف في العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل. حمل عدد من المتظاهرين لافتات تدين الإبادة الجماعية في غزة وتدعم صمود الشعب الفلسطيني. وتم تنظيم التظاهرة التي ضمت نحو 4000 مشارك بحسب السلطات بدعوة من نحو 30 منظمة.